المرأة في الصعيد واخدة حقها ولا لأ؟ لا برضو؟ للأسف ليه؟ لسه أتمنى لها أكثر من ذلك. عايزة أقول لك المرأة في الصعيد قوية جدا على فكرة، وهي سيدة البيت وسيدة الرجل، خصوصا لما تكبر في السن سواء لزوجها أو لابنها. فالمرأة الكبيرة السن في الصعيد تكاد تقدس، ودي قيم ما شفتهاش هنا ولا شفتها في المدن الكبيرة، لكن شفتها في الصعيد بحق. المرأة في الصعيد ذات شكيمة وكرامة وإباء، وتعتز بنفسها وتعتز حتى بموروثها الثقافي، وإن كان فيه زي الصقر ده ما فيش حد خلى الصقر استمر غير المرأة في الصعيد حقيقة. وكان يمكن لها أن تقضي عليه على فكرة، وكان ممكن وبدأت دلوقتي تقضي. طبعا التلفزيون بتاخد حقها بالميراث؟ دي الكارثة بقى، لا ما تاخدوش. ده لسه السؤال ده النهارده حد سأل، ده انا عايز اقول لك اكثر من هذا. القانون لما بيقول القانون والميراث، قلت لهم طب القانون اعطاها الميراث، لكن العرف والموروث الثقافي لا يعطيها، بدليل ان هي حتى لو عارفه ان ليها حق في ميراث ابوها مع اخوها بالتطبيق الشرعي ده، لو طلبته تفضل معرة عليها إلى يوم طالما متتجوزش ابن عمها. وده على فكرة ده يعني انتشار زواج بنت العم من ابن عمها، مش لسواد بنت العم ولا لعيونها ولا لغيره، إنما علشان الطين ما يطلعش بره، عشان الطين ما يطلعش بره. إذا هي اتجوزت خارج العائلة، يجي كده كبير العيلة أول ما يتوفى أبوه، تعالي يا بنت أخويا انت خلاص كده خرجت واتجوزت بره العيلة، احنا هنرضيكي بالكام ألف دول، وبوسي ايدك مقلوبة عبد الله، اوعي ترفعي عينك في وش اخوكي، العيلة دي كلها قطعك، دي انتهت، ده حكم اعدام خلاص. والى الان النظام ده متبع ما زال الى اليوم، ما زال وسيظل على فكرة. الا اذا وثبت المرأة السعودية وقالت لهم لا ده في شرع ربنا ادهوني، يا سيدي زعلوا مني زعلوا، لكن احنا وده شيء جميل في العائلات الكبيرة اللي عندهم أطيان يخافوا عليه، إن إحنا ما زلنا نحرص على العلاقات وعلى كلمة الكبير، على علاقة الأخ بأخته، دي مهمة جدا. ولو لحق بها النقد أو زي ما بيقول عرض البت دي فاصلت في أخوها ووقفت قدامه في المحكمة، دي كارثة على فكرة، ما تجرؤش تعملها أي سيدة في الصعيد إلى الآن حسب علمي يعني. إن لم يكن حد بقى اختلف لا يعني لا مانع، ده يعتبر نادر يعني، مش ده نادر. مش أنا بتكلم على الأغلب الأعم.